رانيا ربيع، موقع مبتدأ. سياقا على فكره الدعوات والاحزاب بشكل عام، حتى الان الاحزاب ما عندهاش فكره انه انا هروح امتى او ازاي او مواعيد عشان تقدر تجهز اشخاصها او العدد المتاح. دي نقطه. كتير من الاحزاب بدات تطلع فكره انه في ممثله للمراه هتروح والى اخره، فهل التمثيل هيكون بالشكل ده؟ هي سؤال تقني شويه. السؤال الاخر منبثق من حديث حضرتك عن التشريعات، حضرتك قلت بعض التشريعات قلنا انها هتتعدل. شكرا. هل ممكن نعرف ابرز التشريعات اللي مقرر تعديلها او اللي حضراتكم رصدتوها للتعديل، وهيلحقها مجلس النواب في ظل الانعقاد المقبل ام لا؟ شكرا. شكرا يا استاذ. طيب بقى سؤالين بس من الناحيه دي بقى عشان يعني واحد واحد. اتفضل يا استاذ. نورهان خفاجي، موقع صدى البلد. كنت عايزة أسأل حضرتك، هل لدى مجلس الأمناء رؤية واضحة أو محددة حول الأزمات الاقتصادية الطاحنة واللي أصبحت خانقة؟ هل لدى المجلس رؤية واضحة حول هذه الأزمات؟ هجيبها من الرؤية بالاستعانة بالأفكار أو الأطروحات اللي هتقدم لي. عندنا رؤية أصلا يا فندم؟ هجيب الرؤية منين؟ أنا لسه بداش الحوار أصلا. ايوه يا فندم، هل هيكون المجلس الامناء هيخرج بنتائج محدده لرؤيه اقتصاديه لمواجهه الازمات الاقتصاديه الحاليه؟ استاذ احنا طرحنا في البدايه، ويبدو ما كنتش معانا من بدايه المؤتمر. لا مع حضرتك. احنا قلنا في محور اقتصادي بيدرس عشان يطلع منه القضايا اللي هي هتدرس فرعيا. مجلس الامناء يا دوبك حيالله احنا 3-4 اللي بنفهم في الاقتصاد. فاحنا مش دورنا ان احنا نقرر نحدد. يا استاذ قالت الحوار واضح مش واضح لحضراتكم. المجلس ده بيدير حوار لم يبدا بعد، احنا بننظمه. فما تساليش المجلس ده على رايه في ايه، لان هو لسه لم يطرح الموضوع. سؤالي الثاني لحضرتك والاخير، حضرتك ذكرت وقلت انه لا، ليس لنا عداء مع وسائل الاعلام الاجنبي حتى من يهاجمونا، واننا لم قلت ينتقدون او ينتقدون او يهاجمون نفس ده. لا ده مصطلحك انت، انا ليا مصطلحات. اوكي يا فندم. هل حضرتك ذكرت في الوقت نفسه، حضرتك قلت انه ان احنا مش هنرد عليهم، في الوقت نفسه السيد الرئيس بياكد على ان دور الاعلام وانه يقوم بدوره في الدفاع عن او ايضاح الحقائق عن الشارع المصري، ولا يترك الساحه لوسائل الاعلام الغربيه ومواقع التواصل ايضا اللي حضرتك ذكرت، اللي قلت مواقع التواصل مفتوحه امام الجميع، فبرضو لن نترك الساحه لمواقع التواصل واخذ منها المعلومات. بس شكرا. طيب اخر سؤال وانا خلص. انا محمود فايد، موقع تحيا مصر. انا بس هتوقف قدام اللي حضرتك ذكرته فيما يتعلق بالمحور السياسي، وان في القضايا المتعلقه ب مباشره الحوية السياسيه والمحليات وايضا حقوق الانسان. اقف قدام المحليات وحقوق الانسان، اعتقد الملفين دول تحديدا محسومين في النقاش او محسومين في الحوار. ما فيش حد مختلف في مصر كلها على اننا لازم نعمل انتخابات المحليات او لازم يتم اقرار قانون الاداره المحليه، وايضا عندنا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان متوافق عليها وتم طرحها على جميع على يعني الدوله طرحتها وتم اعدادها في فتره كبيره جدا. اذا على ماذا سيكون الحوار؟ هنتحاور على ايه في هذه القضيتين تحديدا يعني؟ النقطه الثانيه انا اسف للاطاله، هي متعلقه بتحديدا قانون المحليات، والزملاء تطرقوا ل مشروعات قوانين تم إصارتها في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وحضرتك عقبت على الجزئية. الخلاف الأساسي على مشروع القانون تحديداً للإدارة المحلية هو النسب المتعلقة بالتمثيل للقوائم وما غير ذلك. الخلاف ده متعلق بالاحتياج إلى تعديلات دستورية، وحضرتك ذكرت في المؤتمر الأولاني أننا لن نتطرق إلى أي إجراء متعلق بالتعديلات الدستورية. ماذا لو توافق المتحاورون على فكرة تعديلات دستورية لهذا القانون تحديدا؟ شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم. هرد على السؤال بسرعة، هبدأ بحضرتك أستاذ محمود. النقطة الأخيرة يعني هتحدث مش كمنسق، كأيضا متخصص في النظم السياسية 40 سنة بما تشمله من قوانين الانتخابات. حضرتك بتقوله مش بالضرورة هنوصل، بمعنى أنه لن يكون النص الدستوري عائق أمام أي أفكار هتطرح حول النظام الانتخابي في المحلي ده بدءا، وبالتالي ده متروك. النتائج بقى اللي انت بتقولها، انت راجل يعني هاوي او محترف في هذا المجال، انت مدعو من دلوقتي لما تنعقد اللجنه بتاعت المحليات تيجي تقول رايك وتطرح افكار التشريعيه هنحتاج ليها انت او غيرك.
من الزملاء ككل. لكن انا بقول لحضرتك انا ما اقدرش استبق اللي هتوصله اللجنه، وهيوضع في الاعتبار زي ما انت قلت وانا قلت برضو قبلها المشروعات القائمه بما فيها المشروع اللي هو لم يدمج بعد. نعم استاذي العزيز، يعني النص الدستوري انا مش بس حافظه، ده احنا اللي واضعينه في لجنه الخمسه، واعلم جيدا انه في حلول في النظام الانتخابي كثير، فما تستبقش، احنا مش في اللجنه دلوقتي. صحيح، روح اللجنه واطلب تعديل الدستور لو فشلت في وضع نظام انتخابي، بس لو طلع لك واحد نفع يعمل النظام الانتخابي مع الحصص والنسب يسكت بقى. صحيح، فنتركها للجنه. الامر الثاني حضرتك بتقول هو الانسان والمحليات محل اجماع، لا مين قال محل اجماع؟ مين اللي قال؟ محدش قال. في وجهات نظر فيها لابد ان اسمعها جميعا ويتبلور عنها مقترحات تشريعيه وتنفيذيه من الكل، ولولا هذا ولولا شعورنا بهذا ما كناش عملناها محور وعدها. استاذ رجل ما اقدرش استبق هو ايه التشريعات هتعدل، ما عنديش قايمه بيها، لا يوجد. الحوار هيفرز ده، هو اللي هيقول هنعدل في القانون الفلاني او نضيف او نبتكر. اخر نقطه استاذ يعني داني باكد على انه الاعلام الاجنبي مكمل لنا، مفيش ساعات فاضيه عشان حد يملاها. سياده الرئيس امبارح اجابته كانت واضحه، لما الصحفي بيكلم على حقوق الانسان ما قالوش لا انت صح ولا انت غلط، قالوا تعال شوف. ده المنهج الوحيد الذي تستطيعين ان تظهري الحقيقه فيه، انك تدعي الناس يرون بانفسهم ويناقشوا بانفسهم، واذا اخطاوا مهنيا مش نقدوك سياسيا تقول لهم لا هنا في خطا مهني. وبالتالي مره ثانيه انا برحب بحضراتكم جميعا، اشكركم جميعا، وان شاء الله نراكم في الاجتماع القادم.